وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير مساء الخير. مساء الخير ليك والسادة المشاهدين. يعني كيف ترى الدور المصري حتى هذه اللحظات وتثبيت الهدنة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بالرغم أنه كانت هناك بعض العراقيل في هذه الأمور اليوم على وجه التحديد؟ يعني هو في الحقيقة مصر مركز أساسي في الأزمة الحالية، وإحنا بنشاهد يعني كيف يتوافد جميع المسؤولين من كل أنحاء العالم للتشاور مع مصر. أولا لأن مصر تتخذ موقف جاد وبيسعى فعلا إلى منع الصراع ومنع توسعة الصراع من ناحية، وإنقاذ الفلسطينيين الذين شهرهم العالم على شاشات التلفزيون وإسرائيل تدمر منازلهم وترغمهم على تركها وتدفعهم إلى الهجرة القسرية، وهذه كلها مبادئ مرفوضة. مصر بتبذل أقصى جهد ممكن لعدم تجويع الشعب الفلسطيني الشقيق، عدم منعه من الدواء للعلاج والمعدات الطبية المختلفة، وعدم منع المياه والوقود الذي هو يحرك كل شيء. صحيح. فده فعلا من هنا كان التعاون بين مصر وقطر للتوصل إلى الهدنة لمدة 4 أيام. هذه الهدنة مهمة للغاية لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو رفع الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة، وكانت لا تسمح إلا بأقل القليل لا يكفي، والمنظمات الدولية أنذرت بأن غزة معرضة لمجاعة وأن هناك 2 مليون نسمة يعني معرضين فعلا للمجاعة، فكانت الهدنة ضرورية لهذا السبب، إدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود. صحيح. ايضا لمنع تدمير هذا الهجوم الجنوني، لان اسرائيل ما زالت تعيش في حاله صدمه من اللي حصل في 7 اكتوبر، فده رد فعل لهذه الصدمه، فكان لابد من وقفها واخراجها من هذه الحاله لبدء التفكير بطريقه عقلانيه اكثر، والتفكير في كيفيه الخروج من هذه الحرب التي تدمر شعب وتدمر غزة بحالها. طيب سيادة السفير، الجهود المصرية على المستوى الدولي، هناك لقاءات للرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد، يعني النهاردة كان البرتغال وسلوفينيا وكان أيضا إسبانيا وغيرها يعني من اللقاءات الخارجية، إلى أي مدى من الممكن أن تساهم في الوصول إلى حلول دائمة، حل سلمي دائم، يعني مما يتطلبه هذه المرحلة أو تتطلبه هذه المرحلة؟ يعني احنا لاحظنا ان كان في اتفاق مثلا، وده كان مهم جدا امبارح، لان رئيس وزراء اسبانيا هو الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، بتبقى رئاسه دوريه كل دوله تتولى شهر. الرئاسه القادمه في ديسمبر هتبقى لبلجيكا. الدولتين ابدوا توافق مع مصر الى حد كبير جدا، ولاول مره يشيروا الى ضروره وقف الكامل لاطلاق النار والتسويه السياسيه الكاملة للأزمة للقضية الفلسطينية بحل الدولتين. ده صحيح، ولكن ده هيحتاج بعض الوقت. يعني هو لابد من التفكير في مرحلة انتقالية، لأن احنا داخلين على انتخابات إسرائيلية، لأن بمجرد وقف إطلاق النار ستطلب من الحكومة الإسرائيلية الحالية إقالتها أو يقلها البرلمان الإسرائيلي. أيضا بالنسبة للرئيس الامريكي، هو مشغول في حملة انتخابية، واسرائيل لو بدأت انتخاباتها هتكون في مارس او ابريل القادم، والحكومة لن تشكل قبل يونيو، فمعناها ان حكومة نتنياهو المتعصبة العنصرية ستظل معنا الى يونيو القادم. ايضا بالنسبة للاخوة الفلسطينيين، يعني الاول مرة ان نسمع من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يقول ان هو على استعداد يكون ضمن حل الدولتين، وده تطور سياسي كبير جدا. ده معناه ان حركة حماس تقبل انها تدخل مع منظمة التحرير الفلسطينية في عملية حل الدولتين. طب كيف سيتم هذا؟ هل سيتم بالقيادات الحالية ام ستجرى انتخابات فلسطينية؟ في حديث عن انتخابات فلسطينية في اكتوبر القادم. طيب اذا اجريت الانتخابات ده في حاله وقف اطلاق النار وعدم عوده الحرب مره اخرى؟ لا، يعني عوده الحرب بنفس الوحشيه اللي كانت بيها
يعني انا لا اعتقد، لاني يعني لم يبقى الكثير لتدمره اسرائيل من ناحيه، وبعدين هي من ناحيه ثانيه هي التصريحات الاسرائيليه يا سعاده السفير. نعم، وزير الدفاع الاسرائيلي قال بمجرد ما تنتهي الاربعه ايام سنبدا الحرب وسنستمر شهرين، لكن اسرائيل ليس كل ما تقوله هو اللي هينفذ، لان اسرائيل اتضح ان هي لا تستطيع وحدها ان تعتمد على نفسها، وشفنا الاسطول الامريكي والبريطاني والالماني والفرنساوي جم لنجدتها وبيحاربوا وبعضهم بيحارب معاها. يعني هي تصريحات الاستهلاك المحلي فقط، يعني مش الاستهلاك المحلي، لان هو اساسا من المستوطنين، فهو يعني تفكيره يعني نوع عنصري تعالي على الفلسطينيين، لا يريد ان يعطي الفلسطينيين حقهم في الاستقلال. فهنا يعني مش معنى ان هو قال هيبتدي الحرب لازم يبتدي الحرب. في تفكير في اطاله الهدنه اربعه ايام او خمسه ايام، لان وده لمح بحركه المقاومه الفلسطينيه، قالوا ان هم ممكن يفرجوا كل يوم عن 10 بعد ما تنتهي الاربع ايام، يفرجوا عن 10 كل يوم، لان هم عندهم دلوقتي بتبقى حوالي تقريبا ادي هيفرجوا عن 50 واحد في الاربع ايام. ستتم على مراحل معينه، يعني احنا النهارده في المرحله الثانيه. انا بشكرك شكرا جزيلا سعاده السفير رخاء احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق على هذه المتابعه، شكرا جزيلا.